السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي الحلوين طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هناخد درس مهم قوي في الإملاء وفي التعبير وفي اللغة العربية بوجه كامل، اسمه علامات الترقيم. بينقص مني درجات في الإملاء ودرجات في موضوع التعبير ومش ببقى عارف الدرجة دي راحت فين. أنا كاتب موضوع التعبير كامل او متملي كويس بس مش بعرف انا نقصت ليه. طيب انت بتنقص لان انت ما بتعتمدش ان انت تكمل علامات الترقيم بصورة كاملة او تكتب علامات الترقيم وتهتم ان انت تكون عارف علامات الترقيم في القطعة اللي انت بتكتبها. طب ايه هي علامات الترقيم؟ علامات الترقيم اللي احنا هناخدها ان شاء الله السنة دي النقطة، علامة الاستفهام، علامة التعجب، نقطتين فوق بعض، فاصلة منقوطة وفاصلة. تاني، دي كده اسمها نقطة، دي علامة الاستفهام، ودي ها علامة التعجب، ودول نقطتين فوق بعض، ودي اسمها فصلة منقوطة، يعني فصلة وتحتها نقطة، أما دي فاسمها فصلة. تمام؟ طيب علامات الترقيم دولت امتى بختار مين فيهم وامتى بحط واحدة فيهم؟ تعالوا نشوف. لما هو يقول لي هنا ما أجمل الصداقة، ما أجمل ده اسلوب تعجب، يبقى على طول هختار علامة التعجب اللي هي واحد وتحتيه نقطة كده. يبقى أنا عندي أي أسلوب تعجب بحط له علامة التعجب. لما أقول إيه؟ ما أقبح، لازم علامة التعجب. ما أوسع، لازم علامة الإيه؟ التعجب. تمام؟ طيب لو أنا قلت دلوقتي كيف نبدأ بتعلم لغة أجنبية؟ كيف؟ فاكرين يا أولاد أدوات الاستفهام؟ كيف؟ يبقى احط لها علامة استفهام. طبعا ادوات الاستفهام فاكرينها؟ ها كيف، متى، من، اين، لماذا، ما، ماذا، هل، كم، ماشي كده؟ دي كانت ادوات الاستفهام. اول ما اشوف اداة منهم على طول بحط علامة الاستفهام لان ده بيبقى سؤال. يبقى اسلوب التعجب بحط له علامة التعجب واسلوب الاستفهام بحط له علامة استفهام. بعد كده بيقول لي احب اللغة العربية، احب اللغة العربية جملة عادية خالص فيهاش اي اسلوب. اول ما اشوف يا اولاد جملة تامة او جملة عادية بحط نقطة، خلاص يبقى الجملة العادية بحط في اخرها ايه؟ نقطة. نمرة اربعة هنا، اتعلم اللغات الاجنبية لأتواصل مع العالم. خد بالك هنا لأتواصل، اللام هنا ايه؟ لام تعليل، لام تعليل، لأنجح، لأذاكر. ها فاكرين لام التعليل يا ولاد؟ قلنا بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها فعل، وقلنا كمان ان هي بتبين الايه؟ بتبين سبب، ماشي كده؟ يبقى نقول ايه؟ لماذا تصلي؟ ها لأدخل الجنة. لماذا تذاكر؟ لأنجح. خلاص يبقى اللام دي لام تعليل، أول ما بشوف لام تعليل بحط قبلها فاصلة وتحتها نقطة، بقول عليها فاصلة منقوطة. بعد كده رقم خمسة بقول يا فارس تعلم لغة أجنبية. يا فارس، ده أسلوب نداء، أول ما أشوف أسلوب النداء يا أولاد بحط إيه؟ برافو عليكم، بنحط في أسلوب النداء الفاصلة. خلاص يبقى انا وانا مغمض بعد المنادى، بعد المنادى يا فارس، يا مصطفى، يا هند، اي اسلوب نداء او منادى معايا على طول بحط وراه الفاصله. بس هنا في حاجه، الفاصله كمان ممكن احطها في جمل مترابطه، يعني ايه؟ ذهب امي وابي الى المطعم، يبقى انا ذهب امي وابي بحط فاصله لان الجملتين مرتبطين بايه؟ ببعض. انا بقرا قطعه كامله والقطعه كلها بتحكي في نفس الموضوع وكلها جمل مترابطه بحط بدل الايه؟ الواو، بحط فاصله.
قال أبي إيه تعلم اللغات يعرفنا ثقافة الآخرين. قال بصوا بقى يا أولاد، أول ما أشوف قال قالت وأنا مغمض بحط النقطتين فوق بعض، يبقى قال وقالت أو أعلن أو أخبر، يعني معناها كده حد بيتكلم حد بيقول حاجة لازم أحط نقطتين فوق بعض. نقول تاني، إيه هي علامات الترقيم؟ عند النقطة بتكون في نهاية الجملة العادية، علامة الاستفهام بتكون في نهاية السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام، كيف متى من أين هل ما ماذا لماذا. خلاص عندي كمان نقطتين فوق بعض بعد ما حد بيتكلم، قال قالت أخبر أعلن مثل. خلاص قلنا النقطة في نهاية الجملة، علامة الاستفهام في آخر السؤال، قلنا نقطتين فوق بعض بعد قال أو قالت، صح كده. عندي الفصلة بتتحط بعد أسلوب النداء، خلاص بعد المنادى يعني، وكمان بتتحط بين الجمل اللي مترابطة ببعضها. عندي كمان مين؟ ها الفصلة المنقوطة اللي بتيجي قبل لام التعليل، قبل لام التعليل. عندي كمان مين؟ أسلوب التعجب بحط في آخره علامة تعجب. يبقى أنا عندي النقطة بتكون في نهاية الجملة، علامة الاستفهام في نهاية السؤال، أسلوب التعجب في نهاية أسلوب التعجب، نقطتين فوق بعض بعد كلمات قال أو أعلن أو مثل، والفصلة بعد المنادى وبين جملة مترابطة. خلاص كده حبايبي الحلوين نبقى خلصنا درس النهاردة علامات الترقيم، يا رب تكونوا فهمتوا كويس. كانت معكم نرمين النجار من قناة بديل الدرس.